والله العظيم غش فيه محزن. الزوم اللي شايفه هنا مش عارف اقول ايه، والله ما عارف اقول ايش جاي من بعد ربنا. انا مظلومين هنا في الدنيا، مش عارف اقول لحضرتك. انا ما كنتش عايز اسجل، بس سجلت عايز عشان خاطر البشريه تعرف اللي احنا اللي من بعد ربنا. يعني هو اتنين ماتوا وتلاته في كذا دور هنا في بقى. فمش عارف اقول لك ايه. سبب الوفاه ان مفيش رقابه، مفيش ناس تشرف علينا. كان الاول بيجيبوا لنا مصاريف ودنيا، كان في رقابه علينا، كنا بناخد مصاريف. حتى انا كنت بروح المدرسه كنت باخد 20 جنيه. مفيش دلوقتي مصاريف، كان في اداره وكان في دنيا. انا ده شاب اسمه حسن، عنده 20 سنه، في لقاء ليه من كام شهر كده بيحكي حاله وحال اخواته في دار ايتام ام القرى، وبيتكلم عن اخوات ليه ماتوا قبل كده. الدار دي كانت بترعى 1500 طفل يتيم، بقوا شباب الحمد لله، بس الدار من فترة باظت خالص وما بقاش فيها رعاية أو اهتمام أو فلوس. لكن الولاد الأيتام بقوا إخوات فعلا، بيخافوا على بعض ويساعدوا بعض، وربنا سخرهم وهدلهم نفسيتهم وخلاهم يقفوا في ظهر بعض بعد ما تخلى عنهم الجميع. المهم حسن بقى الله يرحمه مات حسن اللي انتوا شايفينه ده يوم الخميس، بعد ما ضابط في لفة أمنية كانت بتجوب حول دار أيتام، فبعض الصبية جريوا فاشتبه فيهم الضابط فضرب طلقة في الهوا عشان يخوفهم، بس الطلقة في الهوا جت في حسن موتته. أصل حسن الله يرحمه كان بيتحول لحمامة بالليل. دي قصة نشرتها الوفد والمصري اليوم وكل المواقع المخابراتية، والتي تتناقض تماماً مع الفيديو اللي وثق الواقعة. ايوه الفيديو وثق الواقعة، والتي تؤكد ان الضابط ضربه عامدا متعمدا قاصدا ومبيتا النية. الفيديو يؤكد ان كلام الرصاصة اللي اتضربت في الهواء كاذب تماما. مش بس الفيديو، شاهد العيان بتاع العربية السوزوكي اللي ظهرت في الفيديو قال شهادته لوجه الله تعالى. انت كنت معاهم في الواقعه بتاعت لما قتلوا الواد بتاع الدار؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ومشينا على الدار، في كام واحد واقفين بره. اول ما وقفنا انا وامين الشرطه اتنين امناء وعسكري، جم طلع يجروا من هنا. على جيت الظابط من هنا نزل من العربيه جري، ضربوا بقى بالنار وكده. هو اللي مات يا حاج، اللي مات يا عم احمد، كان معاه سلاح؟ لا ما كانش معاه حاجة خالص، كان معاه حشيش، كان معاه مخدرات اللي هو مفتاح شقته. مفتاح شقته؟ بس مفتاح وهيل. الراجل ده أجبروه يشيل جزة حسن غصب عن عين أمه. مات أخونا، هكذا صرخ الأيتام وراحوا يعلنوا غضبهم عند اسم 6 أكتوبر. هي على كل حال ماشي جديدة على مصر، كما درت لكم فيديو ديجا مقبل. قتلوا 5 ولا 6، ستايل تاع كما يقول لك حطوا العبد غطاو له عينيه ومن بعد نحاولوا حطوه وتيروا عليه في راسه 6 ولا 7 رصاصات، ومن بعد الاخبار ديالهم قال لك كانت اشتباكات وقتلنا منهم. هي ما كانتش اشتباكات على كل حال، باسكو شفنا الفيديو. نكملوا نسمعوا هادي، باسكو قتلوا طفل يتيم ما كان عنده حتى حاجة. يعني شو هنقول لكم، البلدان الطاغية هادي والحاكم ديال مصر هو يهودي على كل حال، يعني يقتل في الأطفال
ويقتل في المسلمين كشغل دبان، يدخلهم للحبس كشغل والله العظيم. غير كيما تحب تفهم ما تقدرش تفهم علاش راهو يدير هكذا، علاش هاد لافونجونس على السنيين، علاش هاد لافونجونس على المسلمين، علاش هاد لافونجونس اللي جايين بها هاد الحكام هادوما، بما فيهم بوتفليقة جاي بين فونجونس تاع يسرق دراهم، وهذا جاب بين فونجونس باش يقتل الناس ويحبس الأطباء والدكاترة من كل واحد متقف مسلم يحبسه. نكملوا لا فيديو. ما حدش في مصر جاب سيرة الحكاية. الإعلام الذي تم إخصاؤه يسكت سكوت القبور. الحكاية يراد لها أن تدفن. ومع كده أخوات حسن كما يطلقون على أنفسهم دائما ما اكتفوش بده، راحوا الظهروا قدام النيابة عشان قلبهم يعيني كان حاسس باللي هيحصل مع الضابط اللي قتل أخوهم عامدا متعمد. هقفونا مش هنسيبه، هو راح احنا نجيبه. اللي احنا وراكم مش يلاقوا مش محتاج اقول لك ان الضابط رغم الفيديو ورغم الشاهد خد اخلاء سبيل من النيابه بضمان وظيفته. احنا خدنا وعد من العميل الصهيوني، العميل الصهيوني اللي بيحكم البلد، ان مفيش ضابط هيقتل المواطن ويتحاسب. طبعا كلنا فاكرين الوعد، هو الناس العاديه اللي ليها اهل وحيثيه يعني بتاخد حقها في ارض الظلم عشان اليتامى ياخدوا حقهم. الدولة الفاشية العسكرية بتدوس أي حد، فما بالك باليتامى. الأقدار حكمت عليهم والبلد رمتهم والحكومة الظالمة قتلتهم. دي دورة حياة المواطن اليتيم في مصر. واللي ما تختلفش كتير حقيقة عن دورة حياة المواطن اللي مش يتيم. واحد من أهم عناوين أشباه الدول اللي زينا إنهم مش بس ما بيرعوش الضعيف ولا بيتكفلوا بيه أو يساعدوه، لا ده بيدوسوا على الضعيف وبيهرسوه من غير شفقة. طبعا احنا في انتظار ان حسن الله يرحمه ظل 20 خريفا، طبعا في العالم العربي بيبقوا خريف مش ربيع، نحن في انتظار ان الشاب حسن ظل 20 خريفا لقطة انه يطلع بيتاجر في المخدرات. طبعا احنا كلنا كشعب بنحب الحتة دي قوي لانها عاملة زي الافيون كده بتخدرنا، ونعمل كأنه ما فيش ظلم وكأننا مش شايفينه وكأنه مش هيمسنا يوما قريبا وسيصل إلينا. عيشة كلها كأن في دولة الكأن لحد ما هنصحى يوما قريبا على الحقيقة للمرة، وللأسف هيكون الأوان قد فات. من يشتري أرض الكنانة بزجاجة ماء فاخرة؟ من يشتري تاريخ العراق وبرج القاهرة؟ من يشتري أرض العروبة كلها بعشر سنوات أمل أو خمس سنوات كرامة أو عام من الكبرياء أو يوم زعامة؟ من يفتدي أرضا كأرض الظالمين؟ من يكتوي بالنار إلا المعدمين؟ وهل يكتب التاريخ في بلاده إلا السجين؟ فدعوني أكتب قبل الدمار بساعة، قبل أن أسمع بنشرة الإذاعة حروف اسمي من بين الأشياء المباعة. الله الله غالب. يعني هاد الأطفال اليتامى اللي ما عندهم لا أم لا أب يقتلوهم نورمال، وهذه للأسف وللأسف في كل البلدان العربية يعملوها. يعني كما مصر حاكم طاغي يهودي سجن مجميع واحد، سجن ربعة اللي يحبوا يوليو يترشحوا سجنهم وقعد غير هو وحده.
هذه قاع يعني مش شغال في مصر، في البلدان العربية قاع على كل حال. كما يقولك شايم بصح، هذا هو الواقع تاع العرب الكرب الجرب اللي ما عندهمش درة إسلام في قلوبهم. بون ما نهدرش على السيسي، باسكو السيسي نعرفو بلي يهودي، اللي قال انا مع اسرائيل، واللي يسحقوه راني هنايا. باع عرضه وباع عرض البلاد وباع الغاز تاع بلاده، عطاه لاسرائيل ولا يشري من عند اسرائيل. يعني هو أو دير في باله بلي يروح يعيش في إسرائيل معزز مكرم. ما على باليش إلى قراء يوم القيامة يهودي يتخبى ورا شجرة، الشجرة تنطق وتقول أو يهودي ورايا، حجرة تقول راه يهودي ورايا ويقتل. والله تتصفى واحد بواحد يا يهود يا طغاة يا كلاب.